السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد سامي من موقع english2fun.com. النهاردة معادنا مع الحلقة الأولى في منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، المنهج الجديد المقرر تدريسه بدءا من هذا العام الدراسي 2019. طبعا أنا كنت بشرح المنهج القديم بتاع 2018 على القناة دي، بس في ناس اشتكت إن الفيديوهات طويلة شوية وده كان بيسبب ليهم بعض الملل. عشان كده انا قررت اني اعمل 3 حاجات جديدة في الفيديوهات بتاعتي السنة دي. اول حاجة هخلي كل فيديو مدته بالكتير 10 دقايق او ربع ساعة. رقم 2 هحط كل اسبوع حلقة او 2 او 3 حسب وقتي المتاح، وبوعدكم ان شاء الله اقل حاجة حلقة واحدة في الاسبوع، وان قدرت انزل 2 او 3 ان شاء الله حسب وقتي المتاح. رقم 3، بما ان امتحانات الثانوية العامة بقت بتركز قوي على كتب الوزارة الرسمية اللي هو كتاب Students Book وكتاب Workbook، فانا قررت ان انا ازود في شرحي السنة دي اهم النقاط اللي وردت في كتب الوزارة Students Book وكتاب Workbook. كالعادة هنقسم كل وحدة على 3 اجزاء. الجزء الاول هيكون شرح الجرامر بتاع الوحدة بطريقة مبسطة هتعجبكم ان شاء الله. الجزء الثاني هيكون شرح الفروق بين الكلمات، اي language notes، الملحوظات اللغوية، واهم الكلمات اللي ممكن تيجي في الامتحانات وازاي بتيجي في اسئلة choose مثلا. الجزء الثالث هيكون حل على الوحدة، وهنشرح كل جملة حليناها كده ليه، وليه اخترنا الاختيار دوت وليه ما اخترناش الاختيار دوت، طبعا مع ترجمة دقيقة لكل جملة عشان الناس اللي مستواها متوسط او ضعيف شوي. هنبدأ النهاردة بشرح Grammar Unit 1، وهو بيتكلم عن 3 أزمنة في الماضي: زمن الماضي البسيط The Past Simple Tense، وزمن الماضي المستمر The Past Continuous Tense، وزمن الماضي التام The Past Perfect Tense. هنشرح الثلاث أزمنة دول بالتفصيل. عملت لحضراتكم جدول لخصت فيه تكوين كل زمن زي ما حضراتكم شايفين. احنا قلنا هندرس في الوحدة دي 3 أزمنة. نبدأ على طول بأول زمن اللي هو The Past Simple Tense، زمن الماضي البسيط، وده بيتكون من اني احط للفعل ايدي ما عدا الافعال الشاذة اللي هي بيتقال عليها Irregular Verbs. يبقى اي فعل شاذ او اي فعل اخره ايدي يبقى ده زمن ماضي بسيط. طيب الماضي المستمر اللي هو اسمه بالانجلش The Past Continuous Tense، بيتكون من was, aware, plus verb, plus ing. الزمن الثالث او الاخير اللي هو زمن الماضي التام The Past Perfect Tense، بيتكون من had زائد التصريف الثالث. طيب عرفنا دلوقتي تكوين كل زمن، نشوف بقى الوحدة بتاعتنا بتقارن بين الثلاث أزمنة دول ازاي، وازاي نحل على الوحدة دي. اول جزئية عندي في الوحدة بتقول ان الحدث القاطع بياخد ماضي بسيط اللي هو الاي دي والافعال الشاذة، الحدث المقطوع بياخد ماضي مستمر اللي هو was, aware, زائد الفيرب زائد ان جي، الحدثين لو كانوا ما قطعوش بعض يبقى هما الاثنين ماضي مستمر. كمان مرة اهوت، الحدث القاطع بيكون ماضي بسيط، المقطوع بيكون ماضي مستمر، ولو الحدثين ما قطعوش بعض بيكونوا هما الاثنين ماضي مستمر. تعالوا نشوف الكلام ده بيجي في الامتحانات ازاي على طول، نطبق على طول. جمل تشوز بيقول when I was studying ولا studied, the electricity was going out ولا went out. طيب هنا ترجمة الجملة بيقول لما كنت بذاكر الكهرباء قطعت، هي كلمة electricity يعني الكهرباء، و went out يعني قطعت. طيب نشوف كده هنا الترجمة، بعد الترجمة بشوف فين الحدث القاطع وفين الحدث المقطوع، ولا يا ترى الحدثين ما قطعوش بعض. طيب هنا في حدث قطع حدث وكان بيذاكر كهرباء قطعت، يبقى الحدث القاطع ان الكهرباء قطعت، والمقطوع ان هو كان بيذاكر. الحدث القاطع بياخد ماضي بسيط والمقطوع بياخد ماضي مستمر. طيب بما ان المذاكرة حدث مقطوع يبقى ماضي مستمر، الاجابة هتكون was studying.
يبقى المذاكرة حدث مقطوع ماضي مستمر was a verb زائد الفيرب زائد ان جي، والحدث القاطع ان الكهرباء قطعت ماضي بسيط، الماضي البسيط مش هيبقى was going out هيبقى went out اهيت. يبقى الاجابة الصحيحة when I was studying لما انا كنت بذاكر the electricity went out كهرباء قطعت. يبقى المذاكرة حدث مقطوع ماضي مستمر والحدث القاطع ان الكهرباء قطعت ماضي بسيط. يا ريت نحفظ القاعده دي كويس. لو عندي في الجمله حدثين واحد فيهم قطع التاني احط الحدث المقطوع اللي اتقطع في الماضي المستمر، والحدث اللي جه قطعه بيكون ماضي بسيط. والقاعده بتقول لو الحدثين ما قطعوش بعض هما الاثنين ماضي مستمر. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. بيقول while I slept ولا while I was sleeping my mother cooked ولا was cooking. طيب بيقول بينما كنت نائما ماما كانت بتطبخ. ها فين القاطع وفين المقطوع؟ مفيش ولا قاطع ولا مقطوع لان الحدثين ما قطعوش بعض، ما لهمش علاقه ببعض. انا كنت نايم وماما كانت بتطبخ، الحدثين ما قطعوش بعض، الاثنين مستمرين مع بعض من غير قطع. طيب احنا قلنا لما يكون الحدثين ما قطعوش بعض يبقى هما الاثنين ماضي مستمر، يبقى هختار ايه؟ هختار was sleeping وهختار was cooking. تمام كده؟ طيب يبقى الموضوع بسيط جدا يا جماعه، انا بترجم الجمله واشوف الحدث القاطع فين اديله ماضي بسيط، والحدث المقطوع فين اديله ماضي مستمر، ولو كان الاثنين ما قطعوش بعض اختار ماضي مستمر. طيب ممكن حد فيكم يقول لي يا مستر طيب انا ممكن مثلا احفظ ان وايل بيجي وراه ماضي مستمر وان بيجي وراه ماضي بسيط والكلام ده. في كتب خارجيه كتير كاتبه الكلام ده، كاتبه ان وايل بيجي وراه مش عارف ايه وان بيجي وراه مش عارف ايه. لا غلط، ما تحفظش الحاجات دي، لانك لو حفظت الحاجات دي ممكن تيجي لك في الامتحان جمله شاذه عن القاعده وتغلط فيها. لكن اللي مش هيخونك ابدا الترجمه، الترجمه عمرها ما هتخونك. الحدث القاطع ماضي بسيط، انت ترجم الجمله وشوف الحدث القاطع فين وادي له ماضي بسيط، شوف الحدث المقطوع فين وادي له ماضي مستمر، مالكش دعوه بوين وواي خلاص. لان ممكن مثلا تيجي لك جمله زي اللي فوق دي كده، ها ممكن واحد يحفظ ان وين بيجي وراه ماضي بسيط. لا غلط اهي، وين اي ووز ستادي، لان هنا الحدث المقطوع هو اللي جه بعد وين، وبالتالي انا بركز على الترجمه مش بركز على وين واي خلاص. حدث القاطع ماضي بسيط، مقطوع ماضي مستمر، الحدثين ما قطعوش بعض هما الاثنين ماضي مستمر، وانا بعرف القاطع والمقطوع عن طريق الترجمه ولا شيء غير الترجمه خلاص. الجزئيه اللي بعدها بتقول الحدث الاولاني بياخد ماضي تام او ماضي بسيط ويفضل الماضي التام، الحدث الثاني بياخد ماضي بسيط والحدث الثالث بياخد ماضي بسيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي سلسله احداث في الماضي، مجموعه احداث حصلت في الماضي، الحدث اللي حصل الاول بياخد ماضي تام او ماضي بسيط، الاثنين صح ولكن يفضل ماضي تام. الحدث الثاني والثالث بيكونوا ماضي بسيط، يبقى الاولاني ماضي تام والثاني والثالث ايه؟ ماضي بسيط. طيب تعالوا نشوف الأمثلة على طول عشان ما نضيعش وقت. بيقول after بعد I got on the taxi ولا had got on the taxi بعد ما ركبت التاكسي، هي كلمة get on يعني يركب وسيلة مواصلات. I realized أدركت ولا had realized that I forgot ولا had forgotten my wallet at home، كلمة wallet يعني محفظة. طيب هو بيقول ايه؟ بيقول بعد ما ركبت التاكسي ادركت انني نسيت المحفظة في البيت، قلنا كلمة wallet يعني محفظة. هنا عندي تلات احداث مش حدثين، هما تلات احداث. اول حدث انه نسي المحفظة في البيت وهو خارج، يعني هو خارج من بيته ونسي المحفظة. طيب تاني حدث انه ركب التاكسي، تالت حدث انه ادرك انه نسي. ماشي؟ يبقى انا عندي تلات احداث. الحدث الاولاني ان هو نسي المحفظة في البيت، عشان كده الحدث الاول بياخد ماضي تام، يبقى forgot ولا had forgotten، الاجابة الافضل had forgotten. انا ليه بقول الاجابة الافضل؟ عشان forgot مش غلط، احنا قلنا الحدث الاولاني يمشي ماضي بسيط ويمشي ماضي تام، بس ما دام خيرني ما بين الاتنين اختار الاجابة الافضل.
الحدث الاول يفضل انه يكون ماضي تام. طيب الحدث الثاني والثالث بقى انه ركب التاكسي وادرك انه نسي الاثنين ماضي بسيط، يبقى الاجابه هتبقى got realized. طيب يبقى got ماضي بسيط، realized ماضي بسيط. طيب نلاحظ حاجة يا جماعة مهمة جدا جدا، ان انا بقول الحدث الاول ياخد ماضي تام ما اقصدش الحدث الاولاني اللي هو الاولاني في الجملة، يعني مش اول حدث في الجملة، لا اول حدث بعد الترجمة، يعني بعد ما بتترجم الحدث كده وتشوف انهي اللي حصل الاول. يعني ما تجيش تقول لي ايه اول حدث في الجملة هو اللي هو ايه ركب التاكسي هو اول حدث في الجملة، لا انا ما اقصدش اول حاجة جت في الجملة، لا انا اقصد بعد انت ما تترجم شوف الحدث اللي حصل الاول، مالكش دعوه باول حاجه في الجمله. خلاص طيب نشوف كده المثال الثاني عشان نفهم اكتر. الانجليزي بيتفهم اكتر لما يكون في امثله كتير. بيقول when I graduated ولا had graduated لما اتخرجت، I worked ولا had worked اشتغلت as an engineer اشتغلت مهندس. طيب هو اتخرج الاول ولا اشتغل مهندس الاول؟ اكيد اتخرج الاول وبعدين اشتغل مهندس، يبقى التخرج حدث اول هيكون ايه ماضي تام يا جماعة، يبقى had graduated هي الاجابة الصح. تمام طيب بعد كده اشتغل مهندس، الحدث التاني اشتغل ماضي بسيط، يبقى الاجابة worked مش كده، يبقى الحدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط. طيب نشوف الجملة اللي بعدها. بيقول after بعد I knew the urgent news بعد ما عرفت الأخبار العاجلة، كلمة urgent يعني عاجل. I hurried أسرعت ولا had hurried to tell my father أسرعت لأخبر والدي. طيب هو اللي حصل الأول إنه عرف الخبر وبعدين أسرع يقول للبابا. طيب أسرع يقول للبابا حدث تاني مش أول ماشي، يبقى الاختيارات هنا عند الحدث التاني يبقى الإجابة هتكون ماضي بسيط، الإجابة هتكون hurried، ويبقى كده had hurried غلط، ما ينفعش had hurried خالص لأن had hurried تيجي مع الحدث الأول وده حدث تاني، يبقى الإجابة إيه hurried. لاحظتوا يا جماعة، لاحظتوا إن كل اعتمادي تقريبا على الترجمة. في بعض الطلبة يقولك طب ما أنا ممكن أقعد أحفظ أفتر بيجي وراها إيه وون بيجي وراها إيه وأس ونأس بيجي وراها إيه. لا ما تحفظش حاجة، لان القواعد اللي انت هتحفظها دي ممكن يجي لك حالات شاذة في الامتحان وتبقى غلط بالنسبة لك، خدعة بقى قاتلة وتلاقي نفسك وقعت وغلطت. انما الترجمة عمرها ما هتخيب ظنك. يعني مثلا بعض الكتب الخارجية كاتبة ان افطر بيجي وراها ماضي تام. طيب ما انا لو طبقت القاعدة دي، هي القاعدة دي شبه صحيحة وليست قاعدة صحيحة، هي فعلا افطر ممكن يجي وراها ماضي تام، لكن معلش يعني لو بصينا كده في المثال اللي فوق اللي هو بتاع ركبت التاكسي ده after I got on the taxi، لو انا طبقت القاعدة اللي انتوا بتقولوها دي ان after بيجي وراها ماضي تام واخترت had got هتبقى الجملة غلط، لان هو مركبش التاكسي الاول، الماضي التام بيعبر عن حاجة حصلت الاول، وبالتالي ما ينفعش هنا استخدم had got. يبقى اذا القاعدة ليها شواذ بتاعت after بيجي وراها ماضي تام واس سون اس بيجي وراها ماضي تام، ما تقعدش تحفظ، ما تقعدش تحفظ كل رابط بيجي وراه ايه، لان ده غلط. الصح انك تترجم الجملة وبناء على الترجمة، الترجمة عمرها ما هتخيب ظنك. القاعدة اللي لا يمكن يكون ليها شواذ ان القاطع ماضي بسيط والمقطوع ماضي مستمر والحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط والحدث الثالث ماضي بسيط، دي قاعدة ملهاش شواذ. لكن تقول لي بقى هقعد احفظ افطر بيجي وراها ايه واس اس بيجي وراها ايه، عموما يا جماعه الروابط الزمنيه في الانجليزي ليس لها قاعده، عشان كده خلي اعتمادك على الترجمه وهي دي طريقه الحل الصحيحه. تمام، واحنا ان شاء الله هنعمل حلقه للحل على الوحده الاولى وقواعدها وكده فيما بعد ان شاء الله، هنحل اكتر بالتفصيل، مش 3 4 جمل، هنحل جمل كتير. خلي الكلام ده لما يجي في وقته، ولكن انا بقول لك اهو كله بالترجمه بيفك، يعني الترجمة بتفك لك اي سؤال، لكن هتقعد تحفظ بقى قواعد الجرامر ما بيتحفظش، الجرامر بيتفهم. نخش على الملحوظة اللي بعدها. بتقول الحدث الطويل بياخد ماضي مستمر والحدث القصير بياخد ماضي بسيط. يعني ايه الكلام ده؟
يعني انا لو ترجمت الجمله ولقيت حدث طويل اديله ماضي مستمر اللي هو was will verb ing، ولو لقيت حدث قصير شويه اختار ماضي بسيط. تعال نشوف الامثله على طول. قلنا الامثله بتفهمني اسرع. بيقول what did you do ولا where you doing when I called you، كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك. طب وانت بتترجم الجملة اكيد كده حسيت ان ده حدث طويل، يعني كنت بتعمل ايه، كنت بتعمل ايه، حدث طويل، كنت بتعمل ايه، دي يعني كان بيعمل حاجة طويلة، مثلا بيعمل الواجب بياخد وقت، بيتفرج على التلفزيون مثلا بتاخد وقت، كان بيذاكر، كان بيراجع، كان بيقرأ في رواية، المهم انه كان بيعمل حاجة خدت وقت طويلة. اهي انت كنت بتعمل ايه ساعة لما انا كلمتك اتصلت بيك، هنا حدث طويل بين خالص من الترجمة، وبالتالي طبعا الإجابة هتكون where you doing ماضي مستمر اهو، وذا where زاد الفيرب زاد ing، الترجمة بتفك كل حاجة. طيب شوف المثال اللي بعده، بيقول when I entered the classroom لما دخلت الفصل I closed ولا was closing the door، أنا قفلت الباب. طيب هو قفل الباب ما بياخدش وقت، يعني حدث قصير، يعني مستحيل طبعا يكون ماضي مستمر، يعني مش هينفع اقول was closing. الإجابة الصحيحة هتبقى closed ماضي بسيط. ماشي، يا رب نكون فهمنا الجزئية دي كويس. ننتقل للجزئية اللي بعدها، وهي جزئية مهمة جدا، عشان الجزئية دي تحديدا جت في امتحان السنة دي، امتحان الثانوية العامة 2018. سرد الاحداث بياخد ماضي بسيط. يعني ايه سرد الاحداث؟ بصوا يا جماعه، سرد الاحداث ببساطه جدا هو لما تقول كده بالعربي زي لما، يعني بقول ايه، لما كان عندي 7 سنين، لما كنت في الاجازه، لما كنت في شرم الشيخ. من الاخر كده يا جماعه، اي حاجه فيها عاده او حقيقه بس في الماضي، اي حاجه فيها عاده او حقيقه في الايه، في الماضي، ده بيتقال عليه سرد احداث. اما تترجموا الجملة وتلاقوا فيها لما دي وسرد احداث بقى حقيقة في الماضي وعادة في الماضي، اختار ماضي بسيط على طول. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الامثلة، وانا جايب امثلة من الوحدة وجايب لكم المثال اللي جه السنة دي في امتحان 2018. تمام؟ بيقول ايه؟ بيقول وين حقي وسبن، لما كان يحيى حقي كان عنده 7 سنين، يحيى حقي ده كاتب كبير وكان مشهور بكتابة القصص القصيرة والروايات، هو كاتب مصري، يحيى حقي كاتب مصري مشهور، بيطلق عليه ابو القصة القصيرة والرواية في مصر، بيتقال عليه the father of short stories and novel، يعني ابو القصة القصيرة والرواية. مين هو بقى ابو القصة القصيرة؟ ابو القصة القصيرة والرواية هو الكاتب الكبير المصري يحيى حقي. طيب بيقول يحيى حقي لما كان عنده 7 سنين، شوف لما ايه، لما كان حقي كان عنده 7 سنين، he was writing ولا he wrote ولا has written a poem which won a prize، يعني كتب قصيدة فازت بجائزة. طيب سرد احداث، يبقى الاجابة ماضي بسيط wrote، الاجابة wrote ماضي بسيط فعل شاذ، احنا قلنا الافعال الشاذة تبقى ماضي بسيط على طول، write wrote written. ماشي؟ طيب يبقى هنا سرد احداث لانها تعتبر حقيقة في الماضي. يحيى حقي لما كان عنده 7 سنين كتب قصيدة فازت بجائزة، دي حقيقة وتعتبر سرد احداث عشان فيها لما كده في الترجمة، لما كان عنده 7 سنين ترجمة بتبين انه سرد احداث. طيب تعال نشوف المثال اللي بعده، بيقول ايه، when I was on holiday لما كنت في الاجازة I took ولا have taken ولا am taking a lot of photos، أخذت الكثير من الصور. طيب بيقول لما كنت في الأجازة، يبقى سرد أحداث في الماضي، يبقى اختار ماضي بسيط، الإجابة took، أنا عندي take took taken وبالتالي ماضي بسيط، الماضي البسيط من take took. ماشي، سرد أحداث تعتبر عادة في الماضي أو حقيقة في الماضي، أي حاجة حقيقة في الماضي أو عادة في الماضي تبقى ماضي بسيط. تعالوا بقى نشوف الجملة اللي جت في امتحان الثانوية العامة 2018، الجملة اللي جت في بوكلت 2018 كانت بتقول When I was in شرم الشيخ، لما كنت في شرم الشيخ I have sunbathed، هي sunbathed يعني ياخد حمام شمس، have sunbathed ولا was sunbathing ولا would sunbathe ولا sunbathed a lot، أنا كنت باخد حمام شمس كتير. خلاص سرد أحداث ماضي بسيط، الإجابة الصحيحة sunbathed. ماشي، نلاحظ ان الناون الاسم sunbath
ولكن الفعل sun bathe، في فرق في النطق. ها خلي بالكم يا جماعه، ماشي؟ يعني ما نطقهاش كانها اسم، يعني ما اقولش sun bathed، لا غلط، هي نطقها الصح ايه؟ sun bathed. حرف التي والاتش بتنطقوا ذال، ها sun bathed يعني خدت حمام شمس، تعتبر عاده في الماضي او حقيقه في الماضي، يبقى ماضي بسيط. سرد الاحداث بياخد ماضي بسيط، اللي هو زي كلمه لما في العربي كده، ماشي؟ طيب نشوف الجزئيه اللي بعدها. الجزئيه اللي بعدها بتقول لو كانت الجمله مبنيه للمجهول بتختار فيرب تو بي والتصريف الثالث. طبعا فيرب تو بي معروفه، اللي هو ام از ار ووز وير هاف بين هاز بين، ده اسمه يعني فيرب تو بي، فيرب تو بي زائد التصريف الثالث. ولو مفيش فاعل في الجمله تختار فيرب زائد اي ان جي. القاعدتين دول مهمين جدا 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 يا جماعه. تعالوا نشوف الامثله على طول عشان ما نضيعش وقت. بيقول as soon as، بمجرد ان، as soon as the photo had been taken، بمجرد ما الصوره اخذت، it not to my friend showed، ولا was shown to my friend، عرضت على صديقي. طيب بالراحه كده يا جماعه، بالراحه، هي الصورة هتعرض نفسها ولا عرضت؟ يعني معقولة الصورة هتعرض نفسها على صديقي؟ لا طبعا، الصورة عرضت على صديقي، ماضي بسيط، ماضي بسيط بس مبني للمجهول بقى. ليه؟ لأنها حدث تاني، حدث تاني يبقى ماضي بسيط، هي الصورة اتخذت الأول وبعدين اتعرضت، يبقى الاختيارات هنا عند الحدث التاني، فلازم اختار ماضي بسيط. ممكن واحد بقى يقول لي طب اختار شود، ماضي بسيط اهو. طب ما تركز، ما هي فعلا ماضي بسيط، بس ماضي بسيط مبني للمجهول، لان الصوره مش هتعرض نفسها، وبالتالي هختار ماضي بسيط مبني للمجهول. يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ was shown. وطبعا المبني للمجهول بيتكون من verb to be والتصريف الثالث. verb to be في الماضي هيبقى was، والتصريف الثالث shown. يبقى وحضراتكم بتحلوا، لو قابلتكم جملة بعد الترجمة مبنية للمجهول هختار فيرب تو بي والتصريف التالت. اوعوا تدلقوا بقى على المبني للمعلوم، يعني ممكن تكون الجملة مبنية للمجهول في النص كده، جملة في النص كده جايالي في نص الامتحان او في نص الاكسرسايز، جملة مبنية للمجهول عشان يغلطك. انتوا طبعا بتختاروا على طول على طول على طول بسرعة كده من غير ترجمة، لا، عشان كده بقول ان الترجمة اكتر حاجة هتفيدكم في الوحدة الاولى. الترجمة هي اللي بتبين اذا كانت الجملة مبنية للمعلوم ولا مجهول. نفرق بين الماضي البسيط المبني للمعلوم والماضي البسيط المبني للمجهول. هي هنا الجملة مبنية للمجهول. طيب شوف المثال اللي بعده. بيقول after had typed ولا typing the letters، بعد ما كتبت الجوابات، the secretary left the office، السكرتيرة غادرت المكتب. تعالوا نشوف الجملة دي خدعة قاتلة. ممكن واحد يقول ايه؟ بعد ما كتبت الجوابات هي غادرت المكتب، هي كتبت الجوابات الأول وبعدين غادرت المكتب. يقول لك ده حدث أول، اختار ماضي تاني. طيب ركزوا كده معايا، هو فعلا هي كتبت الجوابات الأول وده حدث أول، بس أنا ما ينفعش اختار هنا ماضي تام. ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ لو انا اخترت ماضي تام وقلت هاد تايبت، مين اللي هاد تايبت؟ يعني افتر هاد تايبت، مين اللي هاد تايبت؟ ولا في اي ولا وي ولا هي ولا شي ولا سكرتري ولا عادل ولا محمد، مفيش حد نقول عليه هاد تايبت. يعني الفاعل هنا مش موجود، مفيش فاعل بعد الرابط افتر، مش جاي وراها فاعل. هو الطبيعي ان اي جمله بيكون فيها فاعل. طيب القاعدة بقى بتقول لو مفيش فاعل تختار ing، يبقى الإجابة after typing the letters، بعد كتابة الجوابات، ها the secretary left the office، السكرتيرة غادرت المكتب. كده الجملة بقت مفهومة، ماشي؟ يبقى after و before و while، شايفين التلات روابط دول؟ after و before و while، التلات روابط دول لو مفيش فاعل بعدهم تختار ing. اوعوا تغلطوا، ما تاخدوش بالكم من الجزئيه دي، لازم يجي وراهم فاعل عشان تختار ازمنه. يعني ما دام مفيش فاعل يبقى تختار اي ان جي على طول، لان لو قلت هات تايب، مين اللي هات تايبت؟ مش معقوله يعني اختار هات تايبت ومفيش فاعل. خلاص، لو مفيش فاعل تختار اي ان جي. خلاص نشوف الجزئيه اللي بعدها. قواعد يوز تو، في قاعدة بتقول إن الشخص زائد يوز تو زائد المصدر تبقى معناها اعتاد أن في الماضي،
والشخص am is و are used to verb ing تبقى معناها متعود في المضارع. يبقى بكل بساطة اما اشوف شخص used to مصدر تبقى عادة في الماضي، شخص am is و are used to verb ing تبقى عادة في المضارع. ده من حيث الزمن ماشي. طيب بكل بساطة لو شفت قبل used to am is و are اختار verb ing، لو شفت قبل used to مفيش غير الشخص بس وخلاص يعني مفيش am is و are في الموضوع تختار مصدر على طول. طيب تعالوا نشوف كده الأمثلة. بيقول عادل is used to نقط، ها smoke ولا smoking، عادل متعود على التدخين. طيب انا عندي في ايز اهي قبل يوز تو، في ايز انا قلت لو في ام ويز وار اختار فيرب اي ان جي، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه سموكينج اللي هو التدخين. طيب عادل يوز تو سموك، عادل اعتاد ان يدخن، اختار المره دي مصدر بس. طيب يبقى يوز تو زاد المصدر، انما ام ويز وار يوز تو فيرب زائد ING. لاحظوا ان في اختلاف في المعنى يا جماعه، الموضوع مش بس used to مصدر am is are used to verb ing، في اختلاف في المعنى. يعني اما احط am is و are تبقى العاده دي في المضارع، طب لما اشيل am is و are واحط مصدر يبقى العاده دي كانت في الماضي وهو بطلها. يعني عادل is used to smoking معناها ان عادل متعود على التدخين دلوقتي، انما عادل used to smoke عادل اعتاد ان يدخن في الماضي ولم يعد يدخن، he no longer smokes، هو لم يعد ايه؟ يدخن. No longer يعني لم يعد. ناخد بالنا من الجزئية دي يا جماعة. Used to المصدر عادة في الماضي. Am I with are used to يبقى حط verb ing تبقى متعود في المضارع. طيب احنا كده تقريبا خلصنا اكتر من نص قواعد الوحدة الاولى. ان شاء الله هنكمل بقية القواعد الحلقة الجاية عشان ما طولش على حضراتكم. احنا قلنا قبل كده انا قلت في اول الحلقة دي ان في ناس كتير كانت بتشتكي ان الفيديوهات بتاعتي طويلة شوية وده قد يسبب بعض الملل. لا انا هقسم لكم الفيديوهات بعد كده عشان محدش يحس بالملل، عشان اي فيديو تسمعوه تسمعوه للاخر ان شاء الله. الحلقة الجاية ان شاء الله نكمل قواعد الوحدة الاولى، والحلقة اللي بعدها نحل واحدة واحدة كده. انتظروا الحلقة الجاية ان شاء الله. كان معاكم مستر احمد سامي من موقع english2fun.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.